مباشر نستضيف فيه السي عبد الكبير العمراوي عضو بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء. السي عبد الكبير مرحبا بك. شكرا. اهلا وسهلا مرحبا بكم. السي عبد الكبير في هذا اللقاء غادي نتناقشوا حول المشاكل اللي تعرفها قطاع الحلاقة على مستوى مدينة الدار البيضاء. كيف ما معروف ان الحلاقة على مستوى الدار البيضاء ايام الحجر كانت المحلات مغلقة، كيفاش اولا عشوا المحنة تاع الحجر الصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنقدم الشكر لانفاس بريس اللي استضافتني في هذه الصبحيه، اللي تنتمناو اننا ان شاء الله نجاوبوا على مجموعه ديال الاجوبه اللي تتخص الميدان ديال الحلاقه والتجميل على مستوى مدينه الدار البيضاء. بصفتي انا حلاق اولا، هذا الاصل في حياتي الشخصيه. ثانيا تندير رئيس النادي المغربي للحلاقه والتجميل على المستوى الوطني، ولكن المقر ديالو هنا في مدينه الدار البيضاء. المساله ديال الحجر الصحي عشناها كما عاشوها المغاربه كاملين صراحه، تلبيه النداء الحكومي وتلبيه الواجب الوطني، اننا كنا خصنا حنا نحطوا ايدينا في هذه العمليه هذه ونديروا يد في يد باش ننجحوا المجهودات الجباره بقياده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. وكنا حنا من الناس اللي لبينا اننا ستينا المحلات ديالنا وستينا على اساس حتى حنا نساهموا كما قلت في هذه العمليات. اذا من هذا الباب هذا كما كان عاشوا كاع الاخوان الحلاقات والاخوات الحلاقات والاخوان الحلاقين على مستوى الدار البيضاء، وكانت واحد المفاجاه لنا كبيره صراحه، لانه ما عمرنا عشناها. اولا الانسان تيكون خدام في محاله وتجي السلطات المحليه تطلب منه باش يغلق المحل وتلبيه النداء كما قلنا. اذا هنا تتبقى واحد النقطه ديال الاستفهام كبيره صراحه، اللي حنا في حقيقة كانت مفاجاه لنا. كما سبق قلنا في بزاف ديال المواد الاعلاميه انه كان كاين بعض الحلاقه اللي كانت عنده القوت اليومي ديالو، يعني ما كانش عنده حتى شي ادخار ديال الفلوس ولا ديال، يعني كان تعيش يومي بيوم يعني ما كانش عنده حتى، كانت عندهم اكراهات كاينه مثلا اكراهات ديال الديون، اكراهات سكنيه، اكراهات مدرسيه، اكراهات معيشيه، حتى تيجي الصباح تيحل المحل ديالو تيتوكل على الله تيبدا خدام. هذه فئه. كاينه فئه اللي هي صالونات كبار حتى هي كانت عندها مجموعه ديال الاكراهات حتى هي، اللي حتى هي تفاجات بالاغلاق، وفي حقيقه عاشت حتى هي اكراهات كبيره بحكم الشغيله اللي عندها. اذا كاين جوج ديال الحوايج اللي ممكن نناقشوهم في هذا اللقاء المحوري، هو انه كاين حلاق اللي هو عادي طبيعي في احياء شعبيه، وكاين حلاق اللي هو عنده صالون كبير وهذا، وبجوج تيعيشوا نفس المشاكل ونفس الاكراهات، غير هي تتغير من مرحله لمرحله، يعني تتغير بحكم الموقع ديال المحل ولا حكم الموقع ديال هذا. اذا باش نجي نشرح لك اكثر، هو ان الحلاق العادي كما قلنا ما كانش عنده ادخار. الحلاق الكبير كاين عنده واحد مجموعه ديال الاكراهات، عنده مسؤوليات عنده مسؤوليات كبيره داخل المحل ديالو، اقلهم انه يقدر يكون عنده مثلا كرب واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف، ويقدر تيبتدي من 5000 درهم حتى ل 15000 درهم ولا هذا، هادو صالونات كبار، وعندهم واحد المجموعه ديال الشغيله داخل المحل ديالو، يعني خصو يتكلف بهم. يعني كاينين على اي سعب كبير المرحله سيئه داس، تنتمنوا ان ما تعاودش ان شاء الله. قطاع الحلاقه في المغرب وفي الدار البيضاء يعني بشكل ماشي بشكل خاص، ولكن في المغرب عموما هو تابع اداريا لغرفة الصناعه التقليديه، ولكن على مستوى مراكز التكوين تابع للتكوين المهني. واش هذه ازدواجيه؟ كيفاش تشوفوا هذا الامر هذا انتم؟ العمليه هذه ديال دابا الانسان ملي تيكون الله مبتدئ داخل ديال باش ينوي انه يكون حلاق مثلا، يبغي تكون عنده رغبه انه يكون مهني حلاق، يعني ضروري ما خصو يمشي للمدرسه ديال الحلاقه، المؤسسه ديال الحلاقه اللي تيتعلم تيدير فيها التكوين. فهاد المرحله هذه تيكون اداريا تابع للتكوين المهني، ياك الاطار التعليمي. ملي تيعود حلاق تيعود صانع تقليدي اللي تيتبع لوزاره الصناعه التقليديه.
هو قطاع خدماتي وتولي صافي تخلي لي هذه الازدواجيه المفهومه دابا هو قطاع اللي تيغدي شي خدمه ماشي هو صنعه ولا كاين الفرق هنا في بالنسبه للصناعه التقليديه فيها جوج ديال كاين المنتج اللي هو انتاجيه فنيه وكاين الصنف اللي هو خدماتيه الصنف الخدماتيه هما اللي تينتميو ليه الحلاق والحلاقات بمعنى ان الصنف الخدماتيه هو تجيب ليه واحد حاجه وتيصايبها لك وتيعطيها لك قدامك بحال طولوري بحال تريسيان بحال ميكانيسيان بحال البلون بي بحال هذا يعني تيجي تيدير لك واحد العمليه خدماتيه ولكن هي تتخدم باليد يدويا كاين الانتاجيه الفنيه اللي هي شي حاجه اللي تتكون خام وتصنع منها شي حاجه تعود منتوج هذا هو ان شاء الله غادي نطرقوا ليه في المحور ديالنا ان شاء الله بالنسبه للصناعه التقليديه اذا نبقاو في اطار ديال الحلاق الحلاق هو واحد الانسان اللي تجي عنده تيقدم لك واحد الخدمه هي خدماتيه يعني بمعنى انه تيخدم باليد ديالو يدويا انا فين تتجلى الجانب ديال الصناعه التقليديه يدويا وثاني عاود تيقدم لك واحد الخدمه اللي تتقضي انت غرضك وتتادي ليه الواجب ديالو تمشي بعض الحلاقات يقولوا بان المهنه تاع الحلاقه هي مهنه لا مهنه لها يعني وتتعاني الان حاليا ولا تتعرف واحد المشكل تاع دخول بعض الدخلاء عليها والناس ماشي تاع الحرفه الناس اللي ماشي ضابطين الحرفه مزيان واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ احنا تتفقوا مع جميع الاراء اللي ممكن تادي بهذه الحرفه هذه الحيطه صراحه احنا اننا ما تنعرضوش انه يكون بمعنى اللي بغيتي تقول هو مشكر السيد اللي تيكون ماشي معلم وتيدير واحد استثمار الحمد لله بنادنا احنا متفتحه في الجميع حتى هذاك راه تيقدم خدمه يعني راه تيخدم واحد مجموعه ديال الحلاقه فين كاين مشكل هو في القانون مشكل انه ما كاينش ضوابط قانونيه اللي تتخلي لهذاك السيد حقه وتتخلي لهذاك الشغيله الحق ديالها لا يعني بمعنى ان شي واحد اللي بغى يدير استثمار ديال صالون كبير ويخدم فيه الناس والله يجازيه بخير راه مزيان هذا راه في الحق يعني داخل في اطار المقاولات حتى المدارس راه ما تيخرجوا فهمتي المدرسه راه تتخرج تقريبا راه كل مدرسه فيها واحد 40 ولا 35 تقريبا تيخرجوا من تيتم التخريج على حسب العدد ديال المدارس تنظن ان التكوين المهني واخا هذا ماشي موضوعي ولكن انا غادي التكوين المهني عاطيهم واحد الحد الادنى ديال التسجيل يعني يمكن 20 ولا 40 على حسب الكاباسيتي ديال المؤسسه وغير تصور دابا هذوك 40 خرجوا منهم 20 ديال الحلاقه يعني هذوك 20 حلاقه راه ضروري خصو يكون واحد مستثمر ولا حلاقه اللي يكونوا فاتحين محلاتهم فين يخدموا هذوك الناس ولكن فين تنقول لك انا هو انه كاين مشكل في الاطار ديال القانون انه خص تحافظ الحقوق ديال هذاك الحلاق مهني على اساس انه اجير يعني انه راه خصو تحافظ ليه الحقوق ديالو هذا هو اللي خاص والحمد لله ما كاينش مشاكل كبيره في هذا الموضوع تقدر عندكم شي احصائيه انت كفاعل في المجال تاع الحلاقه عندكم شي احصائيه على مستوى العدد تاع الحلاقه في الدار البيضاء كله شحال تقريبا هو كان عندنا واحد الاحصائيات في 2000 كانت دارته الجمعيه الوطنيه للحلاقه بالمغرب كانت تقريبا واحد 40000 ولا 50000 حلاقه على المستوى الوطني ولكن تنظن هنا في الدار البيضاء ما تيتجاوزش واحد العدد ديال 6000 حتى 8000 حلاقه حتى 10000 كاع ممكن انها تكون ديال الحلاقه لكن السؤال اللي سولتيني هو انه الجانب ديال الدخلاء هاد المهنه ديال الحلاقه ماشي هي مهنه لا مهنه لا كما جا في السؤال ديالكم لا بالعكس هي مهنه الحمد لله اللي ممكن انه يدير بها الانسان المستقبل ديالو ممكن انه يدير بها الحياه ديالو الحمد لله حنا كنا تنخدموا بها كنا دايرين بها وليدات كنا دايرين بها الحمد لله المحلات ديالنا كنا دايرين بها ولكن فين كان المشكل هو نرجعوا للنقطه من اللي بدينا هو ديال الحجر الصحي الحجر الصحي يعني خلق واحد واحد القفزه ديال اليقظه بالنسبه للحلاق كان بحال تنقولوا جرس انذار جرس انذار هو ان الحلاق ولا اليوم خاصو يميتريزي المحل ديالو وتيدير حتى هو ديال يعرف كيفاش يسير المحل ديالو يعرف يدير لاجيستيون ديال المحل ديالو يعرف كيفاش يعني هذاك المحل تاع الحلاقه تحولوا انتم كمقاوله كمقاوله ما يبقاش عشوائي علاش حيت ممكن انه علاش حيت الحلاق كاين حلاق مثلا اللي شعبي اللي ما تيكونش عنده مثلا تسيير مثلا في المحل ديالو في لاجيستيون يقدر يكون مثلا خدام على اساس انه المبلغ اللي تيخدم في النهار ما تيكفيش مثلا باش يغطي المصاريف اليوميه ديالو ما تيكفيش باش يغطي المصاريف ديال المحل ما تيكفيش باش يغطي المصاريف ديال
الطبيب ما يكفيش باش يعيش الحياه ديالو بحريه براحه، هذا ما تيكفيش. اذا هذاك المبلغ اللي تيقدر يخدم عليه هذاك النهار ممكن انه يخسروا في هذاك النهار، اي ممكن يصور 200 درهم ولا 150 درهم ولا يخسرها في النهار، يجي الضو يجي الماء يجي المرض يجي دواء يجي الدراري، فهمتيني؟ اي حاجه يقدر الدري غير يجي يفاجئك غير بشي حاجه ديال المدرسه تخلص منه. يعني ما كاينش واحد لا جيستيون تدبير ديال لاكيس ديالنا. وانتم في الغرفه غتفتحوا الورشات غتفتحوا تفتحوا على الحلاقه؟ لا الحمد لله الحلاقه دابا اليوم لا غتفهموا الحلاقه بهذا المعطى الجديد. تيداروا برامج ديال 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 التكوين ديال التسيير والتدبير ديال المحلات، اللي تيحضروا ليهم راه تيفهموهم وتيستوعبوهم، واللي ما تيحضروهمش راه ممكن تجيب فرصه اخرى فين يحضر. ولكن انا تنعاود نزيد نكرر لك، انا كما قلت لك في الاول راه كاين الصالون الكبير اللي داير هاد لا جيستيون داير لا سينيسيس الخدامه داير المسائل الاداريه قاد كل شيء، ولكن في الحجر الصحي راه عاشوا كلهم الاكراهات باش نبقاو ندويو على شنو اللي خصنا نطلبوا حنا اليوم باش اننا نبداو خدامين باريحه في المحلات ديالنا. اولا التجربه ديال الحجر الصحي كما قلنا كانت تجربه قاسيه بزاف. اولا قاسية اسمح لي قاطعك، قاسية وبينات الدور تاع الحلاقة على مستوى بالنسبة للدور ديال الحلاقة لدرجة يعني الانسان اللي باغي يقطع شعره تيفكر لها تيفكر ولاو الحلاقة تيخدموا النوار تيمشيو المحلات الديور فهمتيني بالثقة طبعا تيكونوا احترازات اجراءات احترازية بالنسبة ليه، ولكن اغلبية ديال الزبناء ديالنا كلهم ولاو تيقطعوا شعرهم راسهم. وهذا مشكل اللي بقى مستمر لحد الان. هو كاينين مثلا اللي باقيين دابا زبناء ديال المجموعه ديال الحلاقه اللي ما بقاوش يجيو للصالون. لا في النساء جاتهم سهله العمليه، لا ماشي جاتهم سهله، كاين تخوف بحكم ان الحلاق توهم على انه راه ممكن انه يخلق مشكل ديال يقدر يكون بؤره والحمد لله احنا تنفتخروا ان الحلاقه كلهم كانوا في المستوى وكانوا في المستوى ديال المتطلبات ديال السلطات المحليه. الحمد لله كلهم داروا اجراءات احترازيه، كلهم داروا وقايه، كلهم الحمد لله كاين اللي خسر فلوس كثيره على محاله غير باش يدير وقايه داخل المحلات باش يرضي الزبون ديالو باش يخدم. والحمد لله لحد الان احنا ما سمعنا حتى شي حلاق اللي ممكن انه كانت عنده بؤره لا في الدار البيضاء ولا خارج من الدار البيضاء. وهذا كاين دابا حاليا كاين شي حلاقه لا ما تيحترموش الاحتياطات التدابير الاحترازيه على مستوى التعقيم على مستوى وضع الكمامه على مستوى هاد المساله هذه تتبقى كما جميع الشعب. يعني راه حتى الناس دابا راهم غاديين في الشارع وما كاين اللي محترم كاين اللي محترم على حسب الضمير ديالو فهمتيني، كاين اللي محترم كاين اللي ما محترمش، هذه تتبقى مسائل شخصيه ياك. ولكن الا جا مثلا السلطات جات وصلت عليه المحل ولقات هذوك الاجراءات اللي مطلوبه منه راه تاخذ بحقه الاجراءات اللي خصو يتخذ. انتم كفاعلين في هذا القطاع هذا واش كان عندكم شي دور على مستوى توعيه هذه الحلاقه؟ بيان سير كان عندنا واحد الدور كبير تبارك الحمد لله، وتنشكر جميع الحلاقه وجميع المتدخلين في هذا الباب والاخوان رؤساء الجمعيات وجميع الفاعلين الجمعويين كلهم الحمد لله شاركوا في العمليه ديال التوعيه والتوعيه الصحيه وعطاو بزاف ديال المنابر الاعلاميه كثيره الحمد لله في جميع المدن المغربيه، وانا تنشكرهم من المنبر صراحه اللي كان فوق من هذا الشيء. حنا كائتلاف وطني هذه المساله اللي غادي نعاود نشكر بها الاخوان كاملين ديال الائتلاف الوطني، هو واحد مجموعه ديال الجمعيات ومجموعه ديال الجهات على مستوى المغرب اللي الحمد لله درنا واحد المجموعه ديال الاجراءات وقائيه وطبعناها على اساس انها توزع على الاخوان الصالونات، والحمد لله تخاد بها. كما قلنا راه تتبقى مساله شخصيه، لان ما نحاولوش نتهموا كل شيء ونقولوا لا راه الحلاق هو اللي ما دايرش الاجراء، لا بالعكس راه كاينين محلات عاديين راه ما دايرينش اجراءات، ولكن هذا تيبقى مساله شخصيه تبقى مسائل ضمير ديال كل واحد. ولكن انا تنعاد ناكد انه ما كايناش الحمد لله بؤره اللي خرجت مع شي حلاق، وممكن يموت شي حلاق بكورونا، ممكن يكون ياخذها من شي بؤره، ولكن في محاله الحمد لله ما عندناش شي فكره ولا ما عندناش شي خبر على هذه المساله هذه، وهذا راه الحمد لله. وخا المشاكل اللي تتعرفوا المشاكل اللي قلت لي على مستوى القطاع تاع الحلاقه، ولكن هو باقي هذاك القطاع اللي تيغري الشباب،
عكس قطاعات اخرى. هنا غادي ندخل الباب تاع الصناعه التقليديه. دابا الصناعه التقليديه سواء على مستوى النجار على مستوى الخياطه التقليديه ما بقاش تستقطب الشباب والدراري الصغار اللي تيتم التكوين ديالهم باش يهزوا المشعل من جديد. كيفاش تعالجوا نتوما هذا الامر هذا؟ حيت كاينه شي صناعات اللي ربما غتنضاطر مع مرور الوقت. الحمد لله هنا المساله ديال الحمد لله مساله ديال الديتار الحمد لله مساله ديال الديتار هي الحمد لله الوزاره خدامه في هذا الباب باش نكونوا واقعيين. نعم. بالنسبه للحرف الحمد لله دابا كاين الاكاديميه ديال 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 الصناعه التقليديه اللي كاينه في جامع الحسن الثاني راه تدير الحمد لله الصناعات اللي هي قديمه قدام الزمان الحمد لله وباقيين خدامين فيها ودابا بتكنولوجيا اخرى وبتطورات جديده وبهذه غير هي الحلاقه تتبقى مغريه بالنسبه للشباب ولا فيها واحد النوع من التنافس ولا فيها واحد النوع من التطور وهذا التطور ما جاش غير هكاك هذا التطور راه جا على مجموعه ديال الاكراهات ومجموعه ديال التضحيات اللي قاموا بها الجمعيات الوطنيه باش يكونوا وقاموا بها حلاقه بمسائل شخصيه بمشاركات وطنيه او بمشاركات دوليه في مهرجانات دوليه من المال ديالهم الخاص. يعني حتى الدوله ما كانش عندها هذيك الفكره ديال انه يكون منتخب مغربي اللي تيشارك في المهرجان كما هما مجموعه ديال الاوطان. يعني حنا كمغاربه وكحلاقه ديال المغاربه الحب ديالنا حنا كحلاقه لهذا الوطن ديالنا تنشاركوا في مهرجانات وطنيه دوليه بالمال ديالنا الخاص وترفعوا الرايه ديال الوطن ديالنا وتناخذوا تنكونوا من ضمن الاوائل. ما تكونش عندكم تنسيق مع الوزاره ولا باقي باقي ما وصلناش لهذه العمليه الا في اطار ديال الائتلاف الوطني. بدينا خدامين على واحد الدفتر ديال التحملات اللي فيه كيفاش يداروا مهرجانات كيفاش تنظموا فيها الحرفه على المستوى الداخلي ديالنا. ما تندويش على المستوى الاداري ولكن تندوي على المستوى الداخلي هذا اطار في اطار اننا خدامين في واحد الحمد لله مشكورين الاخوه اللي كلهم مشاركين فيه الدفتر ديال التحملات الحمد لله اللي غادي ينظم المساله ديال المشاركه او المساله ديال المهرجانات الوطنيه او الدوليه. المسألة ديال المهرجانات الدولية الحمد لله الإخوان تيشاركوا مشاو لمصر مشاو لتونس مشاو لأوكرانيا مشاو لإيطاليا مشاو لفرنسا مشاو كلهم مشاركات فردية كلهم بمجهود شخصي وكلهم بمالهم الخاص يعني طيارة وطيل وهذا وتيشاركوا بالراية المغربية وبكل افتخار وبكل اعتزاز وأمام العالم وأمام الجمع وتنتمنى أن وزارة الصناعة التقليدية تاخذ هذا الباب هذا وتاخذوا المحمل ديال الجد يعني انه يكون منتخب ومشرفين الحمد لله عندنا اطارات كبيرة في المغرب في هذا الباب ديال الحلاقة وغادي نرجع بك النقطة ديال الاغراء ان الشباب من تغرب هذه الحلاقة وهذه الصيحة الكبيرة اللي كاينة في الميدان ديال الحلاقة راه ما جاتش غير هكاك راه مجهود كبير ديال الاخوان اللي خرجوا برا وجابوا واحد المجموعه ديال وبالبحوث وبالمناقشات وباللقاءات الجمعويه وباللقاءات التشاركيه في جميع المهرجانات. وكاين مساله وعاد التكوين انا بغيت نقول لكم التكوين كاينين اخوان ديال الحلاقه الحمد لله اللي ما تيبخلوش صراحه اللي تيجي التكوين التكوين هذا هو السؤال ديالي هذاك التكوين واعاده التكوين دابا مع التصيحات اللي ولات مؤخرا على مستوى التقطاع تاع الشعر وداك الشيء واش هذوك الحلاقه تيستافدوا من اعاده التكوين باش يواكبوا هذا بيان سير الجمعيات الدور ديالهم راه هو هذا في اطار القوانين الاساسيه ديالهم والاهداف المسطره ديالهم راه هما تيديروا اعاده ديال التكوين بحكم اننا تنديروا برنامج خاص ديال التكوين داخل واحد المحل اداري اللي تتكون متنفس تيكون كبير وتنجيو تنديروا فيه لي فورماسيون الحمد لله بمجهود شخصي ديال الاخوان وبدون مقابل مادي بغض النظر على اللي تدير المدرسه تتبقى واحد الاليه اللي تتعطيك القاعده ديال الحلقه ما تتخرجكش معلم ياك تعطيك الخطوات وهذا هو اللي زوين في الحلقه هو انك خصك تخرج من المؤسسه ديال التعليم بحكم قواعد وتبارك الله قواعد اللي هي جميع المؤسسات تيقوموا بواحد المجهود كبير وعاود تيمشي ثاني للصالون تيبقى عليه هو الرغبه ديالو والكيفيه ديال الابداع ديالو وخلق واحد المجموعه ديال التطورات داخل المنظومه العقليه ديالو باش انه يخلق واحد الحلقه اللي هي تتكون وخا سي عبد الكبير انتقلت مؤخرا كاتب اقليمي تاع الصناعه التقليديه على مستوى في درب السلطان اشنا هي اهم المشاكل اللي تعرفها الصناعه التقليديه في درب السلطان وتنعرفوا درب السلطان في واحد المنطقه اللي هي
في الصناعه التقليديه منطقه الحبوس، وشنو الخطه ديالك انت باش تعاود انتعاشه هذه الصناعه التقليديه في هذه المنطقه هذه؟ فاش نقولوا درت طنطا بطبيعه الحال تنهضروا على الدار البيضاء في عام عفوا. قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع الا جات على خاطرك السي مستاق ندوف هذا غير نعطيو واحد الفكره على باش نكونوا وصلنا الرساله اللي خصها توصل. الحلقه اليوم رغم الاكراهات اللي مروا بها لا من الاغلاق ولا من الافلاس ولا الانذارات القضائيه بحكم الاكريه، كاينين الناس اللي توصلوا مباشره في شهر 6 بالاكراهات بالانذارات القضائيه من اجل اداء الواجب الكراء، وهذا وانت عارف ان الانذار ما تتيفوتش 15 يوم، يعني 15 يوم تيبدا الاجراءات ديال التنفيذ ديال 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 السحب المحل منك. هنا كان هذا تنشوفوا انه تقصير صراحه اللي ما كانش خصو يكون في هذه المرحله هذه، كانت تعطى لنا واحد الوقيته الحلقه ولا الحلاقات على مستوى الدار البيضاء ولا هذا المغرب، كانت تعطاهم واحد المهله ديال انه هذه العمليه هذه ما كانش تكون. علاش؟ حيت اولا حنا خرجنا من حجر الصحي 3 شهور وخدمنا على في شهر 6، ومني بدينا في شهر 6 بحال شي مولود جديد، يعني الله تتحاول انك تخلق واحد الثقه بينك وبين هذاك الزبون ديالك باش يبدا يجي عندك المحل. وانا تنعاود نزيد نكرر انه كاين المحلات اللي دابا انا منهم، نيت الزبائن ديالي باقي اللي ما جاوش من شهر 3 باقي ما جاوش عندي المحل، وتتشوفوا تيقطع شعره وتيقطعها في الدار ولا السيده ديالو. هذه عاود ثاني الانذارات القضائيه اللي قلت لك اللي كانت خص يكون فيها واحد التريوت بالنسبه لهذا. الخسائر الماديه والمواد ديال التجميل اللي كانوا واحد مجموعه ديال المواد ديال التجميل، صالونات كبار ولا صالونات صغار، كانوا خداو اقتنا واحد المجموعه ديال المواد ديال التجميل ومر عليهم الوقت وخسروا. يعني هنا كان خص يكون واحد التعويض مادي كما تعوضوا واحد مجموعه ديال القطاعات، كان خص يكون هذا التعويض، حيت كاين اللي شاري 4 مليون 5 مليون ديال البرودوي وخسر ليه وما عرفتش انا الشركه واش تعرفوا، ولكن تنظن انا 100% من الشركه حتى هي راه نفس تعيش حتى هي نفس المشكل. اذا انت وهذاك راه خساره. العزوف كما قلنا من الزبائن، فقدان الشغل، يعني مجموعه ديال الحلاقات والحلاقين فقدوا الشغل بسبب الاغلاق ديال المحل. انسان كاري بمليون ونص ولا مليون ولا ب 5000 درهم ولا 3000 درهم على حسب المستوى ديال كل حي. هنا كان واحد مجموعه ديال الاغلاقات ديال المحل، وهذا حصل لانه كان واحد مجموعه ديال هو مشاكل متعددة وقله الحركه كما تنقولوا، والديون المدرسيه تاع المدارس تما ما عتقولش عباد الله، حنا عشنا في التجربه بحالنا بحال جميع المواطنين. القروض البنكيه، الضرائب تا هي الضرائب تا هي اللي كان ان خصها تكون تا هي واحد شويه ديال التريوت على الاقل هذه السنه هذه، والسنه الاخرى ان شاء الله راه الانسان الحمد لله حنا كنا تنساهموا فاننا نرجعوا للصناعه دول ما رساله وصلت السيد كبير. بغينا شويه ديال التريوت على مستوى الصناعه التقليديه كاخر سؤال. نعم. شنو الخطه ديالكم باش نعشوا الصناعه التقليديه؟ بالنسبه للصناعه التقليديه، الصناعه التقليديه الحمد لله اليوم وزاره تنزل واحد القانون ديال 50/17 اللي هو تنظم المهن كاملين والصناعه التقليديه كامله في اطار ديال الهيئات الوطنيه والاقليميه والجهويه. هذا الحد اللي حديونا ديال الفرع الاقليمي ديال الاتحاد العام مقاولات المهن داخل الفيدا مر السلطان. الفيدا مر السلطان بغيت نقول لك يمكن تعتبر هي ثالث منطقه فيها الصناعه التقليديه على مستوى المغرب بعد فاس ومراكش. ياك بالنسبه للصناعه التقليديه داخل المنطقه ما غاديش نقول الدار البيضاء، حيت الدار البيضاء عندي هنا واحد مجموعه ديال المؤشرات ممكن نعطيهم لكم من بعد وهذا وهما كاينين عندي، ولكن لضيق الوقت راه ما يمكنش نسردوهم، ولكن ندويو غير على مستوى ديال الفيدا من السلطان. الفيدا من السلطان فيها واحد المجموعه كما قلنا ديال الصناع التقليديين، واكبر منطقه فيها كثافه ديال الصناع التقليدي وجميع المهن ديال الصناعه التقليديه لا الخدماتيه ولا الانتاجيه الفنيه كاينه موجوده في الفيدا من السلطان، وتعتبر هي الراس المال المادي بالنسبه للصناعه التقليديه داخل عليه بحكم. والدليل هو ان الاعضاء اللي هما تترشحوا فيها هما 8 ديال الاعضاء، يعني الفيدا من السلطان بوحدها فيها 8 ديال الاعضاء، 6 ديال الاعضاء ديال الانتاجيه الفنيه وجوج ديال الاعضاء ديال الخدماتيه.
هذا يدل على شيء، يدل على انها راه عندها واحد المستوى ديال الصناعه التقليديه، وفيها مجموعه فيها الدرازه، فيها موالين الجليش، فيها موالين النقش الخشب، فيها الطولوريه، فيها لي ميكانيسيان لي تريسيان لي بلومبي، النجاره، الالومنيوم، البنايه، فيها جميع المواقف. هذوك الموقف اللي كان عباره على موقف اللي عرفنا راه كله راه كان في درب السلطان، يعني راه كان اكبر منطقه اللي كان في هذه المواقف، هما بحال الجيره في درب بلديه، بحال الحي الامال، بحال جيت بوشمتوف، على كلهم كانوا مواقف ديال الحريفيه بالنسبه للخدماتيه. شكرا استاذ كبير، غنحاولوا نفتحوا نافذه حول الصناعه التقليديه مستقبلا ان شاء الله. شكرا جزيلا على قبولك الدعوه. شكرا لمتتبعي قناه الفاسبريس، والى لقاء جديد ان شاء الله.